الآن مشاهدينا الكرام ينضم معنا كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة إيكوتي السيد رائد الخضر من دبي. أهلا بك سيد رائد معنا في هذه الجولة من الأسواق. أبدأ معك من أزمة المصارف الأمريكية وبالتحديد من تخفيض مودز تصنيف 10 بنوك أمريكية بسبب الضغوط المصرفية. يعني بداية ما هو هذا التصنيف الائتماني؟ كيف يؤثر أيضا على اقتصاد بلد عند تخفيض تصنيفه؟ تفضل. شكرا للاستضافة. طبعا بالنسبة للتخفيض التصنيف الائتماني الذي حدث لمجموعة من البنوك الأمريكية من قبل وكالة موديز كان أيضا مسبوق بتقليص للتخفيض الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية بحد ذاتها، وطبعا هذه حركة مشابهة طبعا لوكالة فيتش قامت بهذا الأمر، وكانت موديز سابقا قامت بمثل هذا التقليص. طبعا التصنيف الائتماني وهو مقياس للجودة الائتمانية لهذه البنوك، وأيضا هو مقياس مهم يتبعه المستثمرين وكبار صناديق الاستثمار في توجه هاتهم نحو الاستثمارات بشكل عام، وبالتالي ذلك يقلص من جاذبية هذه البنوك. طبعا هذا الحملة القوية من وكالات التصنيف الائتمانية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى البنوك الأمريكية كذلك الأمر جاء في نتيجة الإفراط في سقف الدين الأمريكي والإفراط في عملية الاقتراض العام في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم وجود معايير وآلية دقيقة وقرارات اللحظة الأخيرة فيما يتعلق برفع سقف الدين الأمريكي. هذا الأمر سبب نوعا ما ارتباك، ونحن عرفنا أو شاهدنا جميعا انهيارات لبعض البنوك الأمريكية المهمة كانت في خلال العام الجاري بنتيجة هذه التحركات المفاجئة والقرارات اللحظة الأخيرة. ذلك يعني خلينا نقول يؤثر بشكل عام على الجدارة الائتمانية التي بدورها إما أن تؤثر على الاستثمارات بشكل مباشر أو هي نتيجة وصف لعدم مقدرة هذه القطاعات أو هذه المصارف على سداد التزاماتها بالوقت المناسب، وبالتالي يضعف جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ويضعف أيضا من توجهات الرسامين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي يقلل أيضا من جاذبية الأوراق النقدية الخاصة بهم. نحن نتحدث عن السندات الأمريكية بشكل عام والإقبال عليها، وبالتالي يقلل من إمكانية حصولهم على المزيد من القروض في الفترة القادمة أو جمهور المشترين للسندات الأمريكية في الفترات القادمة. هذا يؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، ونحن نعلم تماما الاقتصاد الأمريكي مرتبط بارتباط كبير بالعديد من الاقتصادات ويؤثر على الاقتصاد العالمي، فبلا شك سوف تكون الآثار متسعة. سوف يكون لدينا نقص في التمويل، نقص في الإقراض، عدم الرغبة بالمخاطرة في هذا القطاع، ومن شأن ذلك أن يؤثر على انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي ويوصلنا أسرع إلى مرحلة الركود الاقتصادي. طيب سيد رائد، بالنسبة لأزمة المصارف كيف تؤثر على الاقتصاد العالمي وبالتحديد يعني المصارف الأمريكية، ولماذا هذا التأثير يكون؟ يعني نحن تحدثنا انه المصارف هذه عندما تتاثر جودتها الائتمانيه او عندما تتاثر جدارتها، فاولا نتحدث عن المودعين الموجودين فيها سوف يبداون بالبحث عن خيارات لمصارف اخرى. نتحدث ايضا عن انه لان هؤلاء المودعين سوف يكون لديهم مخاوف بشان سداد الاموال عند الطلب او سداد الودائع عند السحب، وبالتالي سوف يكون البحث عن خيارات اكثر او اعلى كجداره ائتمانيه. كذلك الامر فيما يتعلق بالاستثمارات، التوجه نحو الاستثمارات المحافظ الاستثمارية للقطاع المصرفي سوف يكون هناك إقطاع لمثل هذه البنوك التي أصبحت درجتها أو تصنيفها الائتماني أقل، بالتالي ذلك ينعكس سلبيا على هذه المصارف بشح السيولة لديها، بمخاطر السحوب المباشرة عليها، يؤثر على أدائها بشكل عام وبالتالي على ربحيتها وربحية المستثمرين فيها.
في الطرف المقابل نخاف أيضا من أو الخوف من العدوى أو انتشار المخاوف الائتمانية على بنوك أخرى، وبالتالي يكون لدينا أزمة كما حدث في مطلع العام واضطرار لتدخلات من الحكومة لإبداء الضمانات المطلوبة للمودعين، وهذا أمر مرهق للحكومة الأمريكية وللمصارف الأمريكية وللفيدرالي الأمريكي على وجه التحديد، بالإضافة إلى تقليص خلينا نقول جاذبية هذه البنوك وهذه المصارف والاقتصاد بحد ذاته، وبالتالي هذا الأمر حساس لسمعة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. نحن نعلم تماما أنه أي أزمة ممكن أن تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية تأثير الدومينو إفكت أو الانتشار العدوى على اقتصادات أخرى وارد جدا، وبالتالي هذه المخاوف نطلق عليها التسمية اسمها systematic risk أو المخاطر النظامية التي قد تنتشر وتؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. طيب في ظل استمرار الأزمات العالمية أيضا مع إجراءات البنوك المركزية العالمية المتعلقة برفع الفائدة، برأيك سيد رائد يعني هل تستمر موجة التضخم في 2023 ولا ربما يعني ستستمر مع دخول 2024؟ نعلم تماما أن جميع البنوك المركزية تهجت سياسات نقدية متشددة، أي بدأت برفع أسعار الفائدة بهدف دفع مستويات التضخم إلى المستهدفات عند 2%، وبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مستهدفاتهم عند 2%، التضخم ننتظر قراءته يوم غد، قراءة مهمة جدا على المستوى السنوي، توقعات أن التضخم يصل إلى 3.3% أعلى من القراءة السابقة عند 3%، ولكن ما نريد تسليط الضوء عليه أن أي قراءة أقل من 3.3% سوف تتيح المجال أن يكون هناك عدم توجه لرفعات جديدة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وربما تنتهي دور التشديد السياسة النقدية ونبحث عن تقليص في أسعار الفائدة. المشكلة باختصار أن مزيد من رفعات أسعار الفائدة صحيح أنه يؤتي ثماره بأن التضخم يبدأ بالانخفاض نحو المستهدفات، ولكن رفع أسعار الفائدة هو سبب أو أس المشكلة بالنسبة للمصارف وبالنسبة للأعمال التجارية بشكل عام، لأنه أنت عم ترفع تكلفة الاقتراض التي تعتمد عليه العديد من المشروعات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، وبالتالي مع رفع تكلفة الاقتراض تصبح فرصة تحقيق الربحية أقل، وبالتالي قد تستغني بعض الأعمال التجارية عن خطوط إنتاج جديدة أو عن التوسع في أعمالها أو حتى عن الاستمرار في الأعمال إذا ما كان هناك ارتفاع بتكاليف الاقتراض بشكل كبير جدا. حتى الآن حتى هذه اللحظة الاقتصاد الأمريكي لا يعاني بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، لأنه معطيات الاقتصاد وقراءات الاقتصاد الجزئية حتى الآن تشير إلى تحسن، لدينا أداء جيد في النشاط التصنيعي، لدينا أداء جيد في قطاع الوظائف على الرغم من القراءات المختلطة التي تصدر، ولكن لا يزال يتم إضافة وظائف جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. الاقتصاد الأمريكي يؤدي أداء جيدا حتى الآن وبعيد نسبيا عن الركود الاقتصادي على الرغم من سعر الفائدة المرتفع نسبيا. رفعة إضافية في أسعار الفائدة أو يعني تلويح من قبل الفيدرالي برفعات أكثر بهدف ضغط التضخم نحو مستويات أقل قد يكون آثاره سلبية بشكل كبير على الاقتصاد، وربما نبدأ نرى علامات أكثر وضوحا. اقتصادات أخرى فعليا عند أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تظهر عليها على بضع كبيرة، وبالتالي نريد الإشارة إلى أنه دور التشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة عالميا بدأنا نصل إلى قمتها، ومن ثم ممكن نشوف بقاء أسعار الفائدة عند هذه المستويات قد يسبب ركودا في بعض الاقتصادات. نحن فعليا نعيش ركود اقتصادي في بريطانيا وفي منطقة أوروبا عند أسعار الفائدة الحالية، مزيد من هذا الأسعار الفائدة المرتفعة سيسبب بلا شك دخولنا في مرحلة ركود، وهذا الركود خلينا نقول مطلوب لأنه يسبب بتراجع مستويات التضخم التي هي كانت الأساس
حقيقة في يعني للأزمة الاقتصادية التي سببت توجهات البنوك لرفعات أسعار الفائدة. التعامل مع التضخم المرتفع أمر صعب بالنسبة للبنوك، وهو يعني أصعب بكثير من أن يكون مشكلتك هي مشكلة تضخم منخفض. حقيقة الاقتصاد العالمي يعاني من مستويات تضخم مرتفعة، وبالتالي هذا التضخم لا يحل إلا بوصول إلى ركود تكتيكي يسمى في بعض الأحيان. ممتاز. سيد رائد، تحدثت عن السلبيات وأيضا ما سينتج عن استمرار رفع أسعار الفائدة، تحدثت بالتحديد عن الركود ولربما يضرب الاقتصاد العالمي. تقرير يتوقع ركود الاقتصاد العالمي في عام يعني ما تبقى من 2023 وأيضا 2024 بسبب ارتفاع أو استمرار رفع أسعار الفائدة. ماذا عن الركود على مستوى الأفراد؟ يعني هناك أفراد لا يعيشون أساسا في الاقتصادات التي تعاني ركود، هل من الممكن أن يتأثروا بركود اقتصادات كبيرة كالولايات المتحدة أو حتى اقتصادات في أوروبا؟ يعني الأثر على المستوى الفردي يعني يتراوح بالعديد من النقاط الأساسية. أولا هو فقدان الوظائف، الركود الاقتصادي يعني فقدان في الوظائف، يعني عملية تسريح بالعمالة ممكن أن تحدث لتقليص النفقات بشكل عام لاستمرار المشاريع التجارية. فأولا نتحدث عن إمكانية أن يكون في عنا ارتفاع في معدلات البطالة، وهذا أمر من شأنه أن يكون سبب مهم جدا يؤثر على الأفراد بفقدان مصادر الدخل الخاصة بهم. إضافة أخرى، ممكن يكون في عنا نقص وشح ببعض المنتجات أو بعض الخدمات نتيجة توقف الأعمال التجارية الخاصة بها، أو نتيجة غلاء أو ارتفاع تكاليف التصدير لهذه المنتجات بالتالي، أو تشغيل هذه الخدمات بالتالي ممكن يعاني منها الفرد كذلك الأمر، أو الأعمال التجارية الخاصة به كذلك الأمر. بالتالي نحن يعني لا نجزئ الفرد، وحتى وإن كان الأفراد يعيشون في اقتصادات نوعا ما ترزح أو بعيدة عن حلقات التواصل مع الاقتصاد العالمي، هم متأثرين بشكل أو بآخر بالمنتجات الأساسية سواء كان النفط سواء كانت مواد أساسية أو مواد غذائية. رح نشهد أنه إما نقصها أو توقفها أو حتى غلاء في أسعارها بعض الشيء، أو حتى يعني مثل ما ذكرنا الأهم وهو فقدان الوظائف الذي قد يؤثر بشكل كبير جدا على مصادر الدخل الخاصة بهؤلاء الأفراد. أيضا نحن عم نشهد تراجع بأسعار النفط حاليا بنتيجة أنه في عندي انخفاض في الطلب من أكبر الاقتصادات بالعالم مثل الاقتصاد الصيني. النقطة اللي بدي أثيرها هون أنه هذا النفط هو حساس لكل فرد يعيش على وجه الكرة الأرضية، وبالتالي ممكن بشكل عام أنه يكون في عنا ضغط كبير من ناحية أنه ما في عنا التصدير المطلوب للنفط، وذلك الحفاظ على التسعير الخاص به، وبالتالي راح يكون في عنا تقليصات أكبر بالإنتاج أو ربما تقليصات أكبر بالتصدير للنفط، وهذا أيضا يؤثر على الأفراد بشكل مباشر. طيب سيد رائد، يعني في ظل كل ما تحدثت عنه من أزمات عن البنوك الأمريكية، عن ركود لربما يؤثر على الأفراد، عن أسعار النفط وأيضا رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، برأيك من يقود الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، والاقتصاد العالمي أصلا إلى أين يتجه؟ يعني أعتقد أنه في نقطة مهمة جدا هون، أنه إذا بدنا نحكي من يقود الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي يميل أكثر إلى أن يكون هناك تفاهم مشترك بين القوى المسيطرة خلينا أو الاقتصادات الكبرى الموجودة عالميا. بالتالي إذا بدنا نصنف الاقتصادات، لا يزال الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأكبر، الاقتصاد الصيني كذلك الأمر أيضا ينمو ولكن بوتيرة أقل مما اعتدنا عليها، وبالتالي ممكن يكون في عنا بطء بعملية تجاوز الاقتصاد الصيني لحجم الاقتصاد الأمريكي، وإن كان
حتى الآن نرى أنه ممكن وقابل للتحقق. الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة سريعة جدا، وممكن أنه يحقق أيضا الوصول إلى مستويات المنافسة مع الاقتصادات الأكبر الصيني والأمريكي في الفترة القادمة. بالتالي لا يمكن أن نجزم من هو الاقتصاد الذي يقود العالم حاليا. لا يزال الدولار الأمريكي هو المفصل الأساسي الذي يسعر به الاقتصاد العالمي بشكل عام، ونسبة التداولات وفق بنك البي اس أو بنك التسويات الدولية لا يزال يظهر أنه أكثر من 70% من أحجام التداولات تتم على الدولار الأمريكي على وجه التحديد. بالتالي نحن عم نتحدث على أكثر من 9.6 تريليون دولار أمريكي يتم تداولها، 70% منهم هو الدولار الأمريكي العملة المقابلة. بالتالي هذه التحويلات المالية أو النقدية يقف وراءها معاملات تجارية وسلع وخدمات وغيرها من مفردات الناتج الإجمالي العالمي. وبالتالي لا يزال الاقتصاد الأمريكي هو المسيطر حاليا، خلينا نقول بالدولار الأمريكي على وجه التحديد. في الفترة القادمة راح يكون في عنا اقتراب أكثر في وجهات النظر، وأن لا يكون هناك قطبية في ما يتعلق بالسيطرة على العالم أو من يقود العالم. العالم حساس جدا الآن لتقلبات قد تحدث على أي مستوى، منتج معين تسيطر عليه دولة معينة أو تمثل دولة معينة النسبة الأكبر منه. رأينا المنازعات التي تحدث في أوكرانيا وروسيا كيف تؤثر على تجارة الحبوب، وممكن يؤدي ذلك إلى أزمة غذائية. بالتالي لا يوجد سيطرة فعلية لاقتصاد بعينه، وإنما الحل الوحيد هو التفاهم المشترك حتى يكون هناك تجنب لأزمات عالمية، لأنه أي أثر ممكن يكون على جميع الأطراف وليس يعني ولا أحد بمنأى عنه. طيب، بما أنه الحديث صار عن المنافسة على المستوى الاقتصادات العالمية، ما التجمع بريكس برأيك هل تنجح هذه المجموعة في خلق تكتل اقتصادي عالمي لربما ينافس مجموعة السبع؟ أنا أتحدث عن البريكس اللي هي عبارة عن تكتل اقتصادي يسعى إلى دحر الهيمنة الاقتصادية لأي غربية سواء كانت أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أوروبا بشكل عام. هذا التكتل يعني يزداد الحديث عنه مؤخرا بنتيجة أنه كان في عنا طروحات لإمكانية أن يصدر عملة خاصة به تنافس الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. إذا بدنا نحكي على مجموعة السبع رح نلاقي دول موجودة بالبريكس موجودة بمجموعة السبع كذلك. الأمر في النقطة الأبرز نحن عندنا روسيا، الصين، الهند، هم عوامل رئيسية في البريكس في الفترة القادمة. أعتقد العملة المنافسة للدولار الأمريكي لوقف هيمنة الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية والبنوك الأمريكية في ما يتعلق بالنظام المصرفي الذي يعتمد عليه جزء أكبر من العالم، أعتقد هي هذه الجهود الحثيثة التي تتبناها الصين وروسيا في الآونة الحالية حتى يكون هناك مجابهة. أعتقد أنه بشكل طبيعي هذا التجمع نما عما كان عليه سابقا ويزداد تأثيره أكثر، وفي نفس الوقت عم بيكون في عندي تراجع وثأر سلبية خلينا نقول ورياح شمالية قوية على الدولار الأمريكي بشكل عام تؤثر على هيمنته نراها حاليا. ما نريد الإشارة إليه حاليا إنه هذا الصراع إذا استمر وفق الشروط الحالية ممكن أن نرى منافسة حقيقية للدولار الأمريكي في الفترة القادمة، قد تأتي أكثر المرشحين هو تكتل البريكس الذين تحدث عنه. طيب سيد رائد، أنتقل معك إلى أسواق الطاقة. يعني السعودية وروسيا حافظتا على سياسة خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة، كيف يؤثر هذا الخفض الطوعي للنفط على التضخم أولا وأيضا على أسعار النفط عالميا؟ يعني نحن عم نشهد انه تماسك اسعار النفط الذي يحدث حاليا هو بفعل هذه التخفيضات الطوعيه، لانه هذه التخفيضات الطوعيه تقلل من الاثار السلبيه الناجمه عن تراجع الطلب الفعلي. نحن شفنا البيانات الصينيه التي صدرت اليوم والتي صدرت ايضا يوم امس اظهرت بشكل واضح تراجع في ميزان الصادرات وميزان الواردات
الخاص بالصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي يمثل أيضا أكبر الطالبين للنفط. بالتالي نحن عم نشوف أكبر الطالبين تقل استيراداته بشكل عام، أيضا مستويات التضخم عنده تتراجع بشكل كبير جدا بنتيجة أنه في عندنا طلب أقل داخل الاقتصاد الصيني، وبالتالي هذا يفسر نوعا ما أنه ليش أسعار النفط تتجه بالاتجاه الهابط حاليا على الرغم من التقليصات التي تحدث في الإنتاج من روسيا والسعودية. بالتالي نحن نشير إلى إمكانية أنه هذا التماسك الذي نراه في أسعار النفط وإن كان هناك انخفاضات طفيفة هو بفعل التقليصات التي تحدث في الإنتاج، وهذه التقليصات مهمة جدا. ليش؟ لأنه في عنا الصين مقبلة إلى موجة جديدة من الطلب قد تحدث بعد، لأن التعافي الخاص بالاقتصاد الصيني بطيء نسبيا، أو هذا ما تم وصفه فعليا بالنسبة للاقتصاد الصيني بعد مرحلة اللوك داون أو ريستريكشنز أو التي كان يمر بها الاقتصاد الصيني، وهي الإغلاقات التي كانت تواجهها الصين. الآن العودة تكون بطيئة أو ليس كما كان متوقعا بسرعة النمو، بالتالي ذلك يؤثر على الطلب. نضيف إلى ذلك نقطة مهمة، الدولار الأمريكي الذي يسعر النفط حاليا يشهد موجة من الارتفاع في الفترة الحالية، ذلك يصب في ضغط على أسعار النفط نحو مستويات قد تصل إلى 76 دولار للبرميل بالنسبة للدبليو تي آي أو خام غرب تكساس. هذه هي الموجة التي نشهدها حاليا باتجاه الهابط. لا أعتقد أنه في مستويات أدنى من ذلك قد يقبل بها المنتجين، راح يكون في عنا تدخلات إضافية وربما وعود إضافية بمزيد من التقليصات في الإنتاج للمحافظة على أسعار النفط عند هذه المستويات. نعم، أختتم معك سيد رائد. من قطاع الذهب، يعني سوق الذهب، يتفوق الذهب يعني على منافسيه كملاذ آمن على المدى الطويل. هناك تذبذب كبير يحصل خلال الفترة الماضية حصل في أسعار الذهب، هل تتوقع بقائه كملاذ آمن لكل المستثمرين حول العالم؟ موجة حادة للهبوط نشهدها حاليا على أسعار الذهب، ممكن تشهد استمرار للهبوط نحو مستويات قد تصل إلى 1900 دولار للأونصة أو أقل منها بعض الشيء قبل البدء بموجة صاعدة مرة أخرى بالاتجاه الصاعد. لأنه الذهب نحن مثل ما ذكرنا موجة أو دورة التشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية قاربت على الانتهاء، وبالتالي الدولار الأمريكي بموجته الصاعدة أعتقد قارب على الانتهاء في هذه الموجة والبدء بموجة هابطة ممكن أن نشهدها على أداء الدولار الأمريكي تحديدا، وذلك سوف يحفز ارتفاعات على أسعار الذهب في الفترة القادمة. وكل ما اقتربنا أكثر من مخاوف ركود اقتصادي قد يحدث عالميا أو على مستوى الاقتصاد الأمريكي رح نشهد أن الذهب يعود للارتفاعات مرة أخرى. في الوقت الحالي يوجد ضغط على أسعار الذهب بنتيجة ارتقاء ترقب بيانات التضخم يوم غد اللي هي التوقعات تشير إلى ارتفاع في التضخم من 3% إلى 3.3%. إذا فعلا ارتفع التضخم عن القراءة السابقة ممكن أن يؤثر ذلك على أداء الاقتصاد، أنه في عندنا رفعة جديدة في أسعار الفائدة ممكن أن تحدث، وبالتالي الذهب قد يتجه مزيد للهبوط لأن الدولار الأمريكي مرشح للارتفاعات. عدا عن ذلك هي هذه الانخفاض الذي نشهده على أسعار الذهب حاليا أعتقد هو محدود وضعيف نسبيا. مستويات الدعم الأولى هي عند 1909 دولار للأونصة، كسرها قد يفتح المجال إلى مستويات أدنى من 1900 دولار للأونصة وصولا إلى 1990 إلى 1985 دولار للأونصة، ومن هناك أعتقد ستبدأ موجة صعود قوية على أسعار الذهب تعود به مرة أخرى إلى مستويات 2000. هذا قد يحدث مع الربع الرابع أو مع منتصف الربع الرابع من هذا العام. نعم، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكوتي السيد رائد الخضر، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه الجولة من الأسواق.